أعلنت الفنانة الكبيرة نيلي أنها اعتزلت التمثيل دون رجعة وترفض مشاهدة أي أعمال فنية وتكتفي بمشاهدة بعض البرامج الثقافية والحوارية، وقالت أنها تركت الفن منذ 15 عاماً مبررة ذلك بقولها: أريد أن أترك الفن قبل أن تتغير أشياء كثيرة بفعل الزمن، وأريد أن أبقى نظرة كما أنا دائماً. نيلي بدأت مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة وشاركت في العديد من الأفلام، وفي عام 66 قدمت أول بطولة مطلقة لها في السينما من خلال فيلم المراهقة الصغيرة. ومن أبرز أعمالها السينمائية بيت الطالبات والرجل الذي فقد ظله وأسرار البنات وكلمة شرف وصباح الخير يا زوجتي العزيزة والحرمان وأهلا يا كابتن وامرأتان وشلة الأنس وطائر الليل الحزين والوهم وحادث النصف متر والغول والعذاب امرأة، بالإضافة إلى أنها اشتهرت بلقب ملكة الفوازير والاستعراض الأولى. بنتك خنقتني بايديها، بتنتقم لك يا عليلة، بتنتقم لحاجة حصلت من 25 سنة. لا يا بابا، أنا بحبك ولا يمكن في يوم من الأيام أفكر انتقم منك، حتى لو مرضتش تعترف إني بنتك. أنا عملت كده عشان ما اديكش فرصة تقتل بنتك.